تمام كده 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 كده، دي على لاير جديدة هديها لون تبقى كنترول باك سبيس. سوري انا ما عملتش كنترول انتر كنترول باك سبيس، خدت اللون اهي كنترول دي كده، خدت اول ايه اول درجة معايا. احنا قلنا ان احنا ممكن ناخد بالالت اخد كده وهي بالموف اخد كده لاير تانية، اقول له كنترول يو اغير بس في الدرجة بتاعتها عشان اقدر اشوفها. يا ريت تخلي الدرجة بتاعتها تلعب في الايه في الساتوريشن، اغمق اخف عشان تبقى واخد نفس درجة الاضاءة، بس انت الساتوريشن عندك اللي هو ايه المختلف. وهبتدي ان انا اعمل لها كنترول تي الفها شوية كده، يحصل فيها انترسكشن ما بينها وما بين ايه دي كده. اقول له انتر. بص بقى انا هلعب في الايه في البليند مود دلوقتي كده. بص بقى حتة كده من تحت الايه البليند مود عندي جامد، وممكن اخد الت كمان من دي تمام، واخدها بقى كده برضو اطولها شوية اقول له انتر او اقول له روتيت وبرضه هديله بليند مود. هيطلع لما تحس ان في بليند مود كده هو اللي نطق الدنيا كلها. خليها نورمال نحطها ورا طب انا دلوقتي ممكن اقطع كمان، ممكن ادمجهم مع بعض، بس طبعا هما واخدين بليند مود كنترول اي. وبعد كده اقول في البين تول بقى ابتدي اقص كده كنترول انتر ديليت. ممكن بقى امسكها كده واخليها كده حاجة، طبعا خلي بالك هنا كان في حتة مسح، واخدها بقى بالالت هي دلوقتي كده دي حتة كبيرة اهي، احطها خدها بقى بالالت كده كنترول جي الفها كده عليها تاني كنترول يو كنترول جي. انا ممكن اعمل لها حتة راب واخدها كنترول يو اغير لها الوانها بص بقى ممكن ايه اللمعانات بقى تيجي عن طريق ان انت تمسك لير او فرشة في لير جديدة. بص انا كده هعمل كده اهي لير جديدة وهعمل فرشة، هكبر الفرشة دي بحرف الدال وهديها لون ابيض حرف ال دي والاكس فرجعت لي اللون الابيض، وهعمل كده انا ما بمسحش خلي بالك عنصري، انا عايز ادي الفرشة دي حروف ايه حروف ناعمة شوية، هجيبها من هنا اهو وهبتدي ارسم كده 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 خد بالك، وهبتدي ان انا ادمج البليند مود ده جوه كده. بص بقى اللي حصل ايه اللي معاك جت معاك. ممكن بقى بعد كده تاخدهم كلهم كنترول اي
كنترول يو تلعب شوية في الإضاءات وفي الألوان، وبعد كده تبتدي تاخدها كنترول تي تلفها تديها شادوز دبل كليك وتقول له انا عايز اعمل لها دروب شادو. اه بص بقى خلي بالك الدروب شادو هنا هيبين لك فانت لازم ايه تتخلص من من الحته دي ان انت تعمل تدمجها الاول كنترول اي وتختار السليكشن تول دي وتفرغ او اشيل الخلفيه او هشيل الخلفيه اعتبر بفرغ يعني دلوقتي سواء طبعا عشان احنا شغالين بريزوليوشن 300 انا عملت حاجه غلط ديليت ديليت كنترول دي هحط اللاير دي تانية احطها تحت الت باك سبيس او ممكن كنترول باك سبيس الاضاءه السوداء لا الابيض احلى تمام واحط هنا دبل كليك احط بقى ايه شادو دروب شادو ديستانس سبريد سايز بس كده. يعني هي بتاخد شغل كتير بس هو الاسهل ان انت تدور على حاجه برضو ايه من معموله جاهزه ان دي بتتعمل بالافتر افكتس بالافتر تاخد حاجه معموله جاهزه كده جميله جدا بس عليها ووتر مارك كتير او عذاب هتضيع يعني هتضيع لك وقت قبل ما تخلص الووتر مارك بس بص برضه حاطط فرشه كده لمعه وفرشه هنا لمعه وعامل الايفكت ده كده يعني المره الجايه ان شاء الله هتضيع لك برضه بروجكت للحاجات دي ان شاء الله